وزارة الصحة الكشف على 338 ألف مواطن من طالب السيارات المعفاة من الجمارك. الصحة العالمية: نجدد دعوتنا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. الرعاية الصحية: حجم سوق السياحة العلاجية يقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنوياً. مستشار رئيس فلسطين: مصر وقفت سداً منيعاً أمام مخطط إسرائيل بتهجير سكان غزة. واشنطن: تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة. الرعاية الصحية: استقبلنا 6000 مريض أجنبي بمستشفيات الهيئة من 23 دولة. الصناعات الهندسية: مشروع تطوير رأس الحكمة يساهم في تحريك النشاط الصناعي. الأرصاد: طقس غد دافئ نهارا بارد ليلا، والعظمى بالقاهرة 23 درجة مئوية.